وهلا يا صالح، ننتقل لمساحتنا التالية ونتعرف على أبرز مسلسلات لهذا الموسم وقراءة مبدئية للمواضيع التي تطرحها مع الصحفي والناقد الدرامي عمر جمعة. يسعد صباحك ورمضان كريم. صباح الخير، يكون رمضان كريم لمشاهدي الإخبارية ولكل سوري وكل عربي عم يشوفنا الآن. أكيد يسعد صباحك، رمضان كريم، كل عام وأنت بخير. المساحة حتكون لك اليوم بموجة التفاؤل يلي خلينا نقول هيك كبداية بدأت فيها الدراما السورية، خلينا نقول الحصرة السورية، بعدين احنا بنحكي على المشتركة بيننا وبين باقي الدول. مساحة معك، تفضل. يعني دائما كنا بالموسم الرمضاني نراهن على مجموعة من الدرامات العربية والسورية، ودائما كانت الدراما السورية تتفوق على الكثير من الدرامات العربية بغض النظر عن مستوى الإنتاج أو حتى مستوى الموضوع اللي هي طرحته. اليوم نحن عم نشوف مجموعة من الأعمال اللي أنا برأيي هي محاولة من المخرجين والكتاب لإنقاذ ما يمكن يعني أصاب الدراما السورية من ترهل بالسنوات السابقة. يعني وفي حتى استعادة لبعض الأسماء والمخرجين، في تقريبا تجارب دخلت بكتابة لأول مرة، في وجوه جديدة ردت الدراما السورية خلال السنوات الثمانية الماضية بعمر الحرب بغياب بعض النجوم. دائما كان رهاننا يعني على الدراما السورية كان ناجح، وهذا الرهان مرد، انه دائما كانت الدراما السورية رغم الحرب المضادة، رغم تقريبا الحصار اللي تعرضت له، رغم شح الانتاج، انه دائما كانت عم تحاول تكسر هذا الحصار وعم تحاول تعمل من اللا امكانات او من اللا شيء امكانات كبيره. وانا برايي نجحت بهذا التحدي، والدليل اليوم نحن عندنا موضوعات تتطرق الى الحرب، عندنا موضوعات اجتماعيه، عندنا موضوعات كوميديه، عندنا موضوعات تاريخيه، عندنا موضوعات على الاقل دخلت بالتنافس المشترك، اما من خلال تواجد بعض التجارب الفنيه بالدراما العربيه ان كان باللبنانيه او الخليجيه، او حتى استعانه الدراما العربيه ببعض النجوم السوريين ان كان بمستوى التمثيل او الكتابه او الاخراج. فلذلك الدراما السوريه موجوده اليوم، هي على خارطه كل الفضائيات، ونحن عم نتابع اليوم للثالث برمضان. بتوقع اكثر من 30 عمل على الاقل في بصمه سوريه بشكل او باخر. كقراءه مبدئيه للاعمال الدراميه، شو الجديد المطروح هذا العام برمضان؟ شو الجديد اللي شفته انت؟ يعني في مجموعة أعمال أنا برأيي اقتربت بشكل أو بآخر من الأزمة، وإلى حد ما كانت مثلا يعني قريبة منه. يعني ممكن نشوف نحن مسافة أمان لإيمان سعيد ولليث حجو، ودائما كان رهاننا على ليث حجو رهان ناجح جدا، خاصة نحن تابعنا له الندم قبل هالمرة، وتابعنا له مجموعة من الأعمال إن كانت بشكل أو بآخر من الواقواق السنة الماضية كوميدي للأستاذ ممدوح حمادي. أيضا هناك عن الهوى والجوى قصص تتحدث مثلا للأستاذ فادي سليم، عن الحب أثر الفراشة يعني زهير قنوع. وهون نحن بنلتفت بعض الأعمال عم تحاول تقريبا هي تهرب من موضوع الحرب على الأقل، اللي هو حالة راهنة قد تكون صادمة أحيانا بموضوعاتها، باتجاه على الأقل معالجة آثار وتداعيات هذه الحرب من خلال مجموعة من حكايات القصص والحب. أيضا مثلا في مسلسل غفوة القلوب راح نشوف نحن أحيانا الحكاية الموجودة فيه، يعني الحكاية البوليسية اللي بتحكي عن شرطي وسيدي، كما لاحظنا مثلا بالسنوات السابقة مثلا بعض الأعمال اعتمدت على الحبكة البوليسية بمسلسل وهم السنة الماضية للأستاذ محمد وقاف. شفنا أكثر من مرة مثلا بعض الأعمال دومينو السنوات السابقة كمان اعتمدت شيء حبكات بوليسية، كل هاي الرهانات موجودة. اليوم نحن كمان حتى عم نتابع بعض الأعمال الشامية، على رأسهم طبعا السلسلة الإشكالية اللي باب الحارة، لكن بوجوه جديدة وبتجارب إخراجية جديدة. راح نتابع مثلا سلاسل ذهب شوارع الشام العتيقة. طبعا هي كل الأعمال الشامية أنا برأيي بتحمل طابع واحد، هو الحنين إلى الماضي من خلال مجموعة من الحكايات اللي ممكن ترجع بفترة إما أيام الاحتلال العثماني أو الاحتلال الفرنسي. طبعا وإن اختلفت وجهات النظر، لكن هاي الدراما موجودة. راح نشوف نحن مجموعة من يعني الأعمال الكوميدية من بيانات بقع الضوء الـ14 بتوقيع سيف الشيخ نجيب، راح نشوف كونتاكت لحسام الرنتيسي، وايضا راح نشوف مجموعه من الاعمال من بيناتهم حتى عمل مديريه الانتاج الاذاعي والتلفزيوني بالتلفزيون السوري، لكمات متقاطعه لعلي شاهين اللي شفنا له قبلها مره تنذكر وما تنعاد، شفنا له يوميات المختار، طبعا بنفس اسلوبي يعني كوميدي ساخر. من خلال السرد اللي سردته استاذ عمر في تنوع كبير
وضخم. يمكن خلينا نرجع شوي لورا لسنين السنة الماضية أو اللي قبلها، كان في نوع من التكرار، التكرار بطرح الأفكار. خلينا نقول كان الدائرة الأفكار حول شيء واحد هو الحرب على سوريا. يمكن حتى كان النقد شوي أو وجهة نظر العالم من ناحية أنه نحن ملينا من الحرب، حاجة تصوروا لنا الحرب. سنة عم نشوف نفس آخر، يمكن ما لسه ما حددنا، ولكن عم تسرد هيك تنوع على اطلاع على خلينا نقول سيناريو على الحبكة نوعا ما. خطأ التكرار اللي نحن وقعنا فيه بالسنين الماضية، يمكن دراما سورية متصدرة، نحن بنعرف شو قيمتها للدراما السورية، ولكن يمكن اللي وقعنا فيه التكرار. يعني أنا برأيي خلينا نتفق على مبدأ أنه اليوم المثقف بشكل عام، طبعا المثقف الحقيقي، المثقف الوطني، المثقف اللي هو غيور على هذا البلد اللي هم عم يواجه أشرس حرب بالتاريخ، المثقف اليوم والفنان خاصة لا يمكن أن يكون بعيد عن هذه التداعيات. فلذلك كتبت مجموعة من الأعمال. أنا برأيي بعض الأعمال ذهبت باتجاه معالج تداعيات الحرب، يعني نحن بنتذكر بانتظار ياسمين، بنتذكر بفوضى السنة الماضية لسمير حسين، سمير حسين نفسه قدم مسلسل حائرات وبرأيي كان ناجح إلى حد ما. بعض الأعمال ذهبت باتجاه المباشرة، مثلا بعناية مشددة، مثلا بعض الأعمال برأيي هي اقتربت من الحرب وتغلغلت بتفصيلاتها، بينما بعض الأعمال هي استخدمت هذه الحرب كخلفية على الأقل للحديث عن المجتمع السوري في ظل هذه الحرب. فلذلك أنا برأيي هو راح نشوف نحن مجموعة من التكرارات، لكن برأيي أحيانا الكاتب الحاذق أو المخرج الحاذق هو الذي يهرب من المباشرة بالعمل باتجاه مجموعة من الرموز، باتجاه مجموعة من الحكايات. وأنا برأيي العمق بالحكاية والعمق بمعالجة الشخصيات هو على الأقل رهان الكاتب أو رهان المخرج على أنه يقدم عمل جديد بمقولاته بوجوهه الجديدة. ربما قد يكون بعض التكرار هناك بوجوه الممثلين، نعم، لكن أنا برأيي ببعض الأعمال الشامية مع الأسف نعم هناك تكرار، هناك يعني برأيي تكرار كثيرا ممجود. يعني نحن شفناه مثلا بعطر الشام، شفناه مثلا بطوق البنات، نحن حتى نسمي بالأسماء. مثل ما بنعرف الدراما المشتركة أصبحت موضة، كل موسم رمضاني لازم يبقى في عنا دراما مشتركة. بدنا نعرف إيجابيات وسلبيات هاي الموضة على الدراما السورية، شو عم تعمل؟ يعني الدراما المشتركة مو جديدة على الدراما السورية، دائما كانت الدراما السورية تستقطب الكثير من النجوم إن كان بمصر أو لبنان أو حتى من بعض بلدان الخليج. بالمقابل كان هناك الكثير من المشاركات السورية على مستوى الكاتب، على مستوى المخرج أو مستوى الممثل بالدراما العربية إن كان بمصر أو حتى بلبنان. لكن اليوم ما يخشى على مما يسمى الدراما المشتركة مع الأسف أن هناك دعينا نقول ولا نعمم أن هناك نعم استنزاف بشكل أو بآخر للطاقات الكتابية، للطاقات الإخراجية، للطاقات التمثيلية للدراما السورية لصالح أعمال أنا برأيي أعمال رديئة جدا، أساءت بشكل أو بآخر للسوية الفكرية والسوية الفنية للكاتب وللمخرج والممثل السوري. هي بشكل أو بآخر تنتج بأموال قد تكون خارجية بينها يعني بينها أموال خارجية، لكن بشكل أو بآخر لا تمثل الدراما السورية وإن حملت على اسم سوري إن كان كاتب أو مخرج أو ممثل. الدراما المشتركة أنا برأيي مسألة صحية، هي دائما تفتح سقف المنافسة، لكن اليوم صار لزاما على بعض الأعمال أنه نحن ندخل بمحور مثلا لبناني حتى نسوق هذا العمل ونستقطب أسماء ربما هي غير معروفة بالدراما اللبنانية لكن اليوم عم تعرف بالدراما السورية. أيضا مع الأسف يعني اللي نحن عم نشوفه أحيانا بعض الأعمال يعني كانت غريبة تماما عن مقولات المجتمع السوري حتى بموضوع الحرب. يعني اليوم عم تنتج أعمال أنا برأيي تكرار لمقولات سابقة واشترار لأفلام ومسلسلات وروايات عالمية لا تشبه بشكل أو بآخر، يعني بينها من يروج للخيانة الزوجية وبينها من يروج للقتل وعصابات السرقة وعصابات تهريب المخدرات. هل برأيي هذا سؤال كبير جدا، هل هذا ما تريده الدراما السورية والجمهور السوري؟ بالتأكيد لا. فلذلك مخاطر الدراما المشتركة على الدراما السورية مخاطر كبيرة، لكن لا ينفي أن يكون هناك الكثير من مثلا التلاقح الفكري والفني بين الدراما السورية والدراما العربية. يمكن قيمة مضافة لأي فنان
لبناني خلينا نقول، ويعني طبعا مع حفظ الألقاب والنجومية تبعهم، ولكن قيمة مضافة هي كانت المشاركة بالأعمال السورية، كانت لهم القيمة المضافة كون الدراما السورية هي كتير معروفة، ولكن بعض الممثلين كان لهم عتب شوي أنه ليش نحن مشان الموضة خلينا نقول هي صارت موضة الأعمال المشتركة لنجيب فنان لبناني بأجر عالي جدا وأرقام، يمكن ما بدي فوت بهذا التفصيل أو يمكن ما بدك تحكي عنه لأنه تفصيل كتير كان مهم لبعض الفنانين يلي ظلموا بالأدوار لا يجي ممثل مثلا من الخارج ياخد أرقام. يعني إذا بدنا نرجع بالتاريخ بنتذكر طبعا بكل فخر أنه الإذاعة أو التلفزيون السوري خرج كبار المطربين والفنانين بيناتهم السيدة فيروز وغيرها من الفنانين اللبنانيين، مع احترامنا لهذا التاريخ العريق جدا، لكن اليوم عم نشوف مجموعة من الأعمال. ودعيني أسمي، يعني عندما نقول مثلا هناك نجمة لبنانية مثلا استحوذت على النسبة الكبيرة من مسلسل مثلا قناديل العشاق اللي عرض السنة الماضية، وبزعمي هي قدمت نعم دورها لكن لم تقدم الفارق المأمول مثلا ممكن أن يقدمه أي ممثل مثلا سوري، لكن اليوم مطلوب حتى يتسوق هذا العمل لقنوات لبناني لقنوات خليجي لقنوات مصرية أن يكون في نجم إما لبناني أو خليجي أو مصري. وبرأيي يعني نحن نتمنى أن يكون هذا التعاون مثمر بما يلبي على الأقل يعني مقام ومكانة الدراما السورية اللي حققته خلال السنوات العشرين أو الثلاثين الماضية. كثير عم نشوف نحن رفاهية بالمواضيع والكويشنات اللي والمواقع يعني اللي عم تصير بالدراما هلأ اليوم. شو توقعاتك بنهاية الموسم الرمضاني لنجاح المسلسلات؟ بتتخيل أنت أو تتوقع مين المسلسلات اللي حتطلع هالعام؟ يعني انا ما اكيد يعني لانه هلا ما حنحكم من اول يومين اليوم ثلاثه، بس اكيد لك نظره رمضان كناقد. انا برايي من المبكر نحن ناخذ مين الاكثر مثلا متابعه او مين الاكثر ممكن يشاهد، لكن بعض الاعمال احيانا قد تقرا من خلال الاسم الموجود اللي فيها. مثلا اليوم نحن بنقول انه ليث حجه من اكثر المخرجين اللي الناس كانت تتابع لهم اعمالهم، اليوم هو موجود بمسافه امان، انا برايي راح يكون مسافه امان من اكثر متابعه. سمير حسين مثلا خلال السنوات الماضيه مثلا شفناه بانتظار ياسمين، شفناه بفوضى، انا برايي اليوم بورد اسود راح يحقق شيء من يعني الموجودين. ايضا رهان الكثير احيانا على وجود بعض النجوم الشباب مثلا ولاء عزام، بلال مارتيني، معتصم النهار مثل ما حكينا قبل قليل، احيانا وجود عبد المنعم عمايري، شكران مرتجى، ببعض الاعمال انا برايي قد يعطي دفع لهذه الاعمال حتى تكون تتصدر المشهد ومن ثم تكون اكثر متابعه. لكن اليوم انا برايي من المبكر مع تمنياتنا جميعا ونرفع القبعة لكل من ساهم على الاقل بتقديم قيمة فنية وفكرية في كل عمل سوري يقدم إما داخل أو خارج سوريا، مع احترامنا لجميع الأعمال. نعم، شجعتنا نحضر المسلسلات، إن شاء الله يكون عنا هيك وقت لنقدر نتابع مسلسلات هيدا السنة. أكيد ورد أسود مثل ما حكيت عنه للمخرج سمير حسين، أكيد من تأليف الكاتب جورج عربجي اللي كان له تجربة بامرأة من رماد ونجحت، إن شاء الله يا رب يتكلل نجاح ورد أسود أيضا. طبعا جورج يعني أنا بوجه له تحية من الكتاب اللي يعني أوران، يعني ما إحنا شفنا له امرأة من رماد، شفنا له روجا السنة الماضية، وهي السنة ورد أسود، بنتمنى له هو الأستاذ سمير التوفيق. أكيد. هلا إذا بدنا نعرف شو المطلوب من الدراما السورية اليوم؟ نحن دائما كنا ندعو انه الدراما السورية ان تتبنى مشروعا وطنيا، يعني ان تكون هذه الدراما بقطبيها القطاع العام والقطاع الخاص ضمن مشروع وطني كبير. اليوم الدراما السورية تصدت الى الكثير من القضايا الاجتماعية التي كانت اما بظل الحرب او حتى استعادة من التاريخ القديم، ان كان مثلا يعني الدراما البيئة الشامية او حتى الشخصيات التاريخية. يعني نحن اليوم عم نشوف مثلا مقامات العشاق مسلسل تاريخي، ايضا الحلاج بمسلسل كمان تاريخي. اليوم نحن بحاجة على الاقل استعادة كل ما يتعلق بالتاريخ، لكن استعادة على الاقل موضوعي ألا تكون فانتازيا على نمط بعض الأعمال الشامية اللي هي برأيي زيفت بشكل أو بآخر وقائع وحوادث وشخصيات التاريخ. اليوم نحن بحاجة على الأقل للإيفاء لكل من قدم وصمد في هذه الحرب من خلال مثلا استعادة بعض البطولات أنا برأيي اللي قدمها أبطال الجيش العربي السوري، الناس السوريين اللي كانوا صبروا ببعض المناطق السورية من حالات حصار اللي نحن شفناهم مثلا بأفلام سينمائية سورية وحتى ببعض المسلسلات اللي قدمت خلال السنوات الثمانية الماضية. أنا برأيي
يجب أن تكون هذه الدراما ضمن مشروع وطني كبير تتبناه وزارة الإعلام وزارة الثقافة أو حتى كل الجهات الحكومية. على الأقل لنقول أن هذه الدراما تحولت إلى صناعة وطنية. الدراما بالتسعينات كانت منافس وفتحت سقف المنافس أمام الدرامات العربية المصرية واللبنانية والخليجية. اليوم عندما تكون هذه الدراما السورية ضمن مشروع وطني أنا برأيي ستحقق الكثير من السبق بل وستترجم إلى لغات عالمية. شكرا لكلامك وشكرا للنقد البناء يلي حكيته. أكيد مثل ما قالت سالي شجعتنا نشوف ونتابع كل المسلسلات يلي حكيت عنها. نشوفك أكيد بحلقات قادمة وبالتوفيق. أكيد شكرا لكم. شكرا لفريق الإخبارية. شكرا لفريق البرنامج. أهلا وسهلا فيك أستاذ عمر. نتمنى للدراما السورية الصدارة والتميز.